زمان وفاش كنا صغار كنا ديما كنسمعوا ان المغرب مستقبلا غيكون مهدد بازمه نقص المياه الى جانب دول اخرى، ولكن عمرنا فكرنا او تصورنا اننا غنعايشوا هذه المرحله. كنا كنقولوا مع راسنا هذه غير هضره كيخلعونا بها باش ما نضيعوش الماء، وكنا كنقولوا هذا الوضع الا كان ممكن اكيد خاصو سنين وعقود طويله عاد باش نوصلوا ليه. وعلى هذا الاساس حتى واحد فينا ما فكر غير سلوكه عادي، مادام حنا ما معنيينش بهاد المرحله علاش نفكروا فيها اصلا. ولكن شاءت الاقدار وبسرعه فاق جميع التصورات، تحول الوضع اللي كنا كنعتبره خيال الى حقيقه. احنا دابا كنعيشوا للأسف مع توالي سنوات الجفاف والتغيرات المناخية وارتفاع الطلب على الماء والاستغلال المفرط للمياه الجوفية وتلوث الموارد المائية، أصبح المغرب كيتصنف تحت خط ندرة المياه واللي كتحدده المنظمة العالمية للصحة ب 1700 متر مكعب للفرد سنويا. وتخيل معايا من بعد ما كانت حصة الفرد من المياه بالمغرب كتحدد ب 2600 متر مكعب خلال سنوات الستينات من القرن الماضي، دابا نقصت الكمية بحوالي 4 ديال المرات وانخفضت حصة الفرد لحدود 600 متر مكعب سنويا. الكارثة أن الحصة ما زال مهددة بالنقصان أكثر وأكثر، ويمكن توصل حتى لحدود 500 متر مكعب خلال السنوات القليلة القادمة، وهي الإحصائيات اللي ثابتة في تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. فعلا الدولة حاليا ومن أجل تدبير هذه الأزمة اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستعجالية، منها منع سقي المساحات الخضراء بالماء الشروب، منع الاستغلال غير القانوني للآبار والمنابع والمجاري المائية، ودابا المغرب غادي في سياسة استغلال الطاقات النظيفة لإنجاز مشاريع كتعلق بالماء، منها تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة. ولكن رغم ذلك فأزمة الماء بالمغرب هي أزمة تدبير، لأن الأمر ما كيرتبطش بهذه الحلول بوحدها، وإنما بالطريقة اللي مفروض نتعاملوا بها جميع من أجل تدبير الموارد المائية. بارك عافاكم من ضياع، واليوم ماشي غدا، رحنا كلنا مسؤولين وكلنا معنيين بتدبير الموارد.